عليكم متابعين فاستيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. معنا اليوم ضيف مميز. من نقول مميز؟ مميز لانه زاوج ما بين الشعر وبين الموسيقى وما بين عشقه للفن الحروفي. معنا اليوم السي عز الدين جنيدي اللي غيحدثنا اكثر على الشغف ديالو بالمجال ديال الخطوط وخاصه الخط العربي. اهلا بك سي عز الدين. مساءً. سي عز الدين، اولا بغينا نعرفوك كيفاش اكتشفتي حبك للخطوط والخط العربي؟ طبعا شوفي، الاشياء كتجيب احيانا بالصدفه، والصدفه من تتكرر تتصبح قانون، بمعنى ان الانسان ضروري تيكون عنده اهتمام لاواعي بالتعامل ديالو مع الاشكال الهندسيه، مع الكتابات، مع الحروف، مع الخطوط الى اخره، وبالتالي تلقى نفسه وهو في واحد المرحله ديال الصغار مشدود للاشكال الكاليغرافيه، سواء ديال المعلم او ديال الفقيه مثلا في المسجد في الجامع او كذا او كذا، وهذا تيولد فيه واحد الرغبه في انه يقلد هذوك الحروف، وربما حتى طبيعه الاشكال وهندسه الاشكال تعتبر بواحد مثابه واحد الاثاره، واحد الحافز انه يدخل المجال وانه يحاول انه يقلد هذه الحروف على الاقل في البدايات، ومن بعد تفكر طبعا في تطوير ديال التجربه الخطيه ويدخل المجال ديال الخط العربي بالعوالم ديالو، بالقواعد ديالو، بالتاريخ ديالو كفن، كتراث، كحضاره وكتاريخ. سي الدين، بغينا ملي دويتي على الخط العربي، فانت احنا انت ما كتديرش غير الخطوط، يعني ما انت ماشي غير فنان خطوطي، وانما انت عندك حب للشعر وعندك حتى حب للموسيقى، فانت كتجمع من بين واحد المجموعه ديال الفنون. بالنسبه لك شنو الاقرب الى قلب الدين جنيدي؟ طبعا هذا السؤال غالبا ما يطرح. انا بالنسبه لي بديت بالخط العربي، وحنا كندرسوا الخط العربي لقيت بان كاين واحد المجموعه ديال لي بوين كومون، واحد المشترك كبير جدا بين الحرف، ما بين النوطه الموسيقيه وما بين الشعر. هاد التعبيرات الجماليه طبعا لقينا بان هذا المشترك هو القواعد ديالها، هو التاصيل ديالها، هو التجنيس ديالها، بمعنى ان المشرع او العقل العربي حاول انه يمزج ما بين هاد الاشياء هادي، او بشكل طبعا لا واعي، باش نلقاو نفس القواعد اللي كاينه في الخط العربي هي نفسها او تشبهها، مثلا اللي كتحكم الموسيقى ونفسها تحكم كذلك الشعر. كنلقاو في الموسيقى المقامات، كنلقاو في الخط انواع الخط العربي، كنلقاو في الشعر بحور الشعر. اذا هاد الاشياء هادي باضافه لاشياء طبعا اخرى كتهم الباحث، ان هذه الاشياء كلها كتجمع باش كنعرفوا بان العقل او المشرع العربي اعطانا واحد الخلطه سميتها خلطه عشق، فيها الموسيقى العربيه والخط العربي والشعر العربي. وطبعا هذا النوع من التجانس وهذا المشترك الكبير اللي كيجمع ما بين هذه الاجناس هو نفسه اللي تارني وخلاني بشكل لا ارادي انني نشتغل على الخط وعلى الشعر وعلى الموسيقى. ذكرتي خلطه عشق، هو عنوان اول واحد، اول ما كتسمعوا كيتيرك كتبغي تعرف شنو ما وراء هذاك العنوان، فحنبغيو نقرب المشاهدين ونقول لهم ان هذا هو الاسم اللي طلقتي على المعرض ديالك اللي طرحتي فيه الاعمال ديالك، الابداعات ديالك، وهذا المعرض اللي قدرتي قدمتي من بعد 3 سنين، 3 سنوات وانت كتحضر لهذا المعرض. يعني اقربنا شويه من الاجواء اللي كيفاش تحضرتي للمعرض ديالك واللي لقى نجاح كبير، فكيفاش حضرتي ليه؟ شنو الصعوبات اللي لقيتيها؟ التحضير هو استغليت هذيك الفتره ديال الكورونا، ان كان واحد شبه توقف ديال الاعمال، وهذا من جهه. ثانيا البدايه ديال الاشتغال هي نفسها حفزاتني باش نعطي اكثر. علاش سميتها خلطه عشق؟ لان هناك الخلطه واحد الميكستور، واحد مجموعه ديال الاشكال او التعبيرات الجماليه غير متجانسه على مستوى التوصيف والتجنيس، وكذلك على مستوى انني ضفت واحد العامل ديال الموسيقى. هذه الخلطه هي خلطه عشق، ميكستور دامور، بمعنى ان العشق ديالنا لهاد الاشياء، الحب ديالنا لهاد الاشياء، وانجذابنا لهاد الاشياء، لهاد التراث والثقافه العربيه والحضاره الاسلاميه، هي نفسها كفيله باش تجاوب على السؤال. اذا هناك عشق، وهذا العشق هو اللي جمعنا فيه هاد الموسيقى وهاد الخط وهاد الشعر باش نقولوا للاخر المتلقي
بان الثقافه العربيه والحضاره العربيه والتاريخ العربي هو واحد التراث كبير جدا جدير به ان يقرا ويليق به ان يدرس بشكل عميق وعميق جدا باش نعرفوا بان العقل العربي او المشرع العربي الثقافي والفني والمبدع اعطى المجال واحد الاشياء اللي هي جميله جدا كيتلاقى فيها البعد الروحي بالبعد النفسي بالبعد الجمالي الى اخره، وهذه الابعاد كلها سميتها خلطه واحد لا ميكستور طبعا اللي لا يمكن ان تتم، لا يمكن ان نقرا ابعادها وخلفيتها الا بعشق. والعشق هنا كلمه صوفيه ماشي ذاك العشق اللي كنتكلموا عليه، واحد البعد صوفي جدا، حب هذه الاشياء، يقال حب الشيء يعمي ويصم. الحب ديال هذه الاشياء والدراسه ديالو والبحث فيه هو طبعا اللي ممكن انه يؤديك لواحد العطاء معين اللي يقدر يكون مميز طبعا حسب ما يقوله النقاد والمتتبعين. وهذا هو المناخ العام اللي عطاني او خلاني نفكر في خلطه عشق. وبالهدف من هذا المعرض ديالك، شنو الهدف اللي كان مسيطر عليك وانت كتحضر ليه؟ الهدف هو الابراز ديال الثلاثيه، هو الابراز ديال الجماليه ديال الخط والجماليه ديال الشعر والجماليه ديال الموسيقى، ونعطيهم في حله واحده. بمعنى هذه واحد نقدر نقول سابقه، ما عرفتش، ولكن الناس تيقولوا بانها سابقه، هو انك تعطي واحد العمل في ثلاثه ديال التعبيرات الجماليه، وملي كتعطيهم ماشي مجانا ماشي اعتباطا وانما بدراسه. ملي تنقول الشعر كنلقى فيه الموسيقى او الجرس الموسيقي، وحنا كنعرفوا الخليل بن احمد الفراهيدي، وكنعرفوا الناس كيفاش نظروا للشعر بالجرس الموسيقي طبعا خلال البحور 16 والبحر 17 اللي زادوا 15 و16 اللي زادوا الاخفش. اذا كاينه موسيقى في الشعر، وفي الشعر كاين اللون، وفي اللون كاين الحرف، وفي الحرف كاين، اذا هذا التماهي ما بين اللون والموسيقى والشعر طبعا هو واحد الشكل من الاشكال الابداعيه التي تجذب الانسان. وهذه دعوه طبعا للباحثين والنقاد المهتمين انهم يصبوا كل اهتمام ديالهم في هذا البعد هذا. بما اننا كندويو على الخطوط والخط العربي، فالخط العربي مجرد انك تذكر اسم الخط العربي فالذهن ديالك كيمشي للثقافه العربيه الاسلاميه. فبالنسبه للخط العربي ولا من الحويجات اللي كتحظى بواحد الاهميه كبيره هنا في المغرب، ولدرجه ان الملك محمد السادس خصص لي واحد الجائزه كتحمل الاسم ديالو. فبنظرك انت في هذا الوقت اللي حنايا كنشوفوا بان كاين واحد الاهمال للغه العربيه، والكل ولا كينساق الطريق ديال انه يتحدث لغات اجنبيه وما يهتمش باللغه العربيه، فكتشوف ان الخط العربي ممكن انه يستمر؟ لا، هو الخط العربي ما نقدروش نعطيه مثلا واحد العلاقه مع الحضاره ديالنا والتاريخ ديالنا. هو يفيد اللغه العربيه في كونه انه حرف عربي، يفيد الثقافه العربيه في كونه فن عربي اسلامي، حتى وان كانت هناك خطوط واشكال تعبيريه كاليغرافيه ما قبل الاسلام وجاء الاسلام، ومع طبعا في الشرق وفي كذا، اذا عطاو واحد الابعاد اللي هي كبيره جدا. ولكن الاهتمام اللي تعطى الخط العربي في المغرب تعطى متاخر جدا. علاش؟ لان في الوقت اللي كنا حنا ربما في المرحله ديال الطفوله كنبحثوا على المراجع ديال الخط العربي ديال عباس البغدادي وديال واحد المجموعه ديال الخطاطين للمشارقه، ما كناش كنلقاو، ما كانش كيدرس، ما كانش كيتبحث فيه، ما كانش، بمعنى يكاد يكون نادرا البحث عن شيء اسمه الخط العربي. في 2011 وانا كنت مسؤول في المكتبه الوسائطيه ديال المسجد الحسن الثاني، كانت زيارة ديال صاحب الجلالة، وكان واحد التشجيع وتحفيز للإخوان ديال الخط العربي في الأكاديمية ديال الفنون التقليدية طبعا اللي تابعة للمؤسسة. وهذاك التحفيز عطى واحد، حتى وإن كان عندي ملاحظة ديال الناس كبوا كل الاهتمام ديالهم فقط في الخط المغربي او الثلث المغربي او المجوهر الجليل او كذا، واحد الاشكال التعبيريه خطيه مغربيه وهذا شيء جميل، ولكن ما عطاوش البعد او القيمه الحقيقيه ديال الخطوط المشرقيه لانها هي الاصل
من تقول أصل فيها تقعيد، فيها تاريخ، فيها مهارة، فيها إبداع، فيها واحد المجموعة ديال، ولكن هذا لا يمنع بأن هذه التجربة ديال من 2011 لدابا أو 2010 لدابا تجربة جيدة، والتلاميذ تيقراو الخط العربي ولا واحد الاهتمام، ودابا كنشوفوا معارض إلى آخره، وهذا الشيء طبعا يجب الوقوف عنده والتأمل والنظر ليه، لأن بداية الغيت قطرة يقولوا، هذه بداية طبعا ومزيان. دابا حاليا كنسمعوا بأن الناس كتهتم بالخط العربي، شيء جميل، وكنتمناو ان هذا الاهتمام يبقى دائما ويبقى مستمر ان شاء الله. بالنسبه للخط العربي كنظن ان من اجمل الحويجات اللي ممكن ان الواحد يشوفهم او يحاول انه يعرف عليهم اكثر، ولكن طبيعه الحال غنرجعوا معاك للشعر بما انه من المجالات اللي كتهتم بها، فبغينا نعرفوا شنو الجديد ديالك في الجديد الادبي ديالك. بالنسبه للجديد الادبي هما نصوص أدبية كتبتعد نسبيا عن جنس ديال الشعر. أنا عندي إشراقات في حضرة الخلوة، عندي أبدا لن أراقص الجراح، وديوان آخر قيد الطبع ما نقولش الاسم ديالو لأنه عاد كذا، وعندي حاليا كنكتب أبواب ونوافد. أبواب ونوافد هذا العنوان من وضع الأستاذة جنات جنيدي، هذه واحد بنت الأخ ديالي في أمريكا، وكانت اشتغلت على شي بحث ديالها وسمته أبواب ونوافد، وقلت لها أنا غادي نسرق لك هذاك العنوان، وقلت لها طبعا هذا شرف. وهذه أبواب ونوافد يتحدث عن الحياة، عن الألم، عن الشقاء، عن الحب، عن العلاقات الإنسانية، عن كل أشكال طبعا وكل أشكال التواصلية اللي كتلزمنا كناس داخل مجتمع. وهذا فكل نص إلا تيحمل كيتكلم على واحد الحالة معينة، وهذا هو اللي كنشتغل عليه. وكذلك اون باراليل تنشتغل مع الأستاذ بن سالم حميش على واحد العمل اللي هو مشترك، هو بالشعر وأنا بالتشكيل. هذا كتاب سميتو افتراعات جماع الشعر، هذا كتاب ديال الأستاذ، ودابا راني ساليت فقط غير المراحل النهائيه ديال باش يخرج الكتاب بشكل مشترك. كنتمنوا انه يصدر وندويو عليه حتى هو من بعد ان شاء الله بكل فرح. فما كرهناش اننا نزيدو نتحدثو ونتعمقوا في الخطوط وفي الخط العربي بالضبط. فهذا هو اللقاء ديالنا اليوم، على امل ان نتلاقاو مشاهدينا في لقاء جديد ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.